اعوذ بالله جمهور عينه تفلق الحجر، عينه تفلق الحجر. ما احنا مقفول علينا القيد بقالنا سنتين، بقى قاعد بمبروقه وبرقوقه وعمر جابر والسيسي وما بصيت ليش خالص. اشمعنى بصيت لي دلوقتي وانا جايب زربه لعيبه وفكك القيد ودافع وفلوس ودولارات ومكلف ومؤتمر صحفي وبدل؟ اشمعنى عينك بصت دلوقتي؟ بداتوها بالونش عندهم مدرب، الونش عمال اصابه في اصابه في صليبي في صليبه وقعد، ودخل على الجداد بقى ده بص جايبين كام لاعب 6 وجايبين لاعب 8 وجايبين كام لاعب 10. اه احمد حمدي اتصف اول تمرينه ليه في النادي اللي هيبقى من احسن لعيبه مصر الفتره اللي جايه، ومش عارف بيقول لك مين بيعاني من شد في الضمه ومين بيعاني من شد في الفتحه عينيهم فنجله في النادي كده يا اخي. يا عم انتوا مش عندكم بيرستاو افضل لاعب داخل القاره وديانجو والدنيا ماشيه حلو؟ سيبونا احنا بقى، سيبونا احنا بقى، بقالنا سنتين الدنيا مقفوله معانا، انفجرنا، سيبونا بقى عينيكم في دي كمان. ده لسه هتشوف انا وانتوا اهو اليومين اللي جايين دول جمهور الاهلي هتشطبهم، هبقى لك رؤى برضو هو اللي هيلعب في النص بعد كل ده، رؤى اللي هيلعب ومصطفى الزناري وراه.